محارب صباح ضعيف، محارب صباح ضعيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، محارب شهيد حبيبانا ولد اليوم يعانى، الشهيد حبيبانا ولد اليوم يعانى، الشهيد حبيبانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الأخوات، كيف كتشوفوا اليوم؟ هذو قدماء المحاربين وقدماء العسكريين اللي جاوا اليوم هون كيطالبوا بالحقوق ديالهم بعد ما طالهم التهميش واللامبالاة، وأصبحوا يطالبون بالحقوق الكريمة والعيش الكريم. هون إخوان يعني ضحاوا وعطوا الشباب ديالهم فداء للوطن، وهذا واجب، ولكن مع كامل الأسف بعد ما أدوا الواجب يعني لم يتوصلوا بالحقوق والمستحقات ديالهم، وأصبحوا يعانوا من كثرة الأمراض المزمنة والمعاش الهزيل. كاينين رامي لهنا كيشدوا 20 درهم، وكاينين قدماء محاربين كيشدوا 1000 درهم. بالله عليكم، يعني المشرع المغربي اللي كيوقع واحد الظاهر وكيجي مندوب ديال الصندوق المغربي للتقاعد ويوقع معاش ديال أرملة بعشرين درهم، ربما هذاك القلم باش كيوقع هو أكثر من ذيك الأجرة، بحالاش كيحسوا هاد المسؤولين ديالنا. اليوم حنا من هذا المنبر هذا كنوجه واحد النداء لعاهلنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل التفاتة حقيقية لهذه الشريحة. وكذلك كنعطوا واحد الرسالة للمسؤولين داخل الحكومة وداخل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، أننا لن نسكت ولن نكل ولن نمل على المطالبة بالحقوق، وأننا مستعدين لكل الأمور من أجل حقوقنا والحقوق ديال الأبناء ديالنا وديال الزوجات ديالنا. فتحية لهذه الجريدة ديال الأصوات اللي صراحة هي لسان كل مواطن ومواطنة يعني بغى يبلغ الصوت ديالو، فنحن متشكرين لكم الإخوان في هذه الجريدة هذه، جزاكم الله خيرا. ولكن كذلك نحملكم رسالة من أجل باش تبلغوا الصوت ديالنا حسب الاستطاعة ديالكم إلى الجهات المسؤولة، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا حليم الحسين، محارب قديم.